واحد بالتأكيد من نجوم الدوري الإنجليزي، وكان نجم طبعا من نجوم ويست هام يونايتد وأيضا وولفرهامبتون. لعب وسجل وتألق في ملاعب إنجلترا. مات جارفيس هو ضيفنا ونجمنا في السادسة من خلال طبعا الفيديو كونفرنس. خلينا نستقبله ونرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا. أهلا وسهلا بيك في السادسة، وشكرا على مشاركتك معنا على شاشة النادي الأهلي. شكرا، شكرا جزيلا، الشرف لي. مش عارف انت شفت الاهداف اللي احنا عرضناها دلوقتي ولا لا، بس طبعا كلها اهداف مميزه جدا واكيد رجعت لك ذكريات كتير، بس خليني يعني اشيد بالهدف الاخير لانه هدف صعب جدا جدا ورائع جدا الحقيقه. كل الناس وهي بتتابع الويلكم كليب يعني كلها استمتعت بمجموعه الاهداف اللي احنا عرضناها لك دلوقتي. شكرا جزيلا. هي ليست فقط ذكريات وانما ارجعتموني لايام حديثه، انا سعيد بهذه الايام. طبعا خليني ابدا معاك، هو الهدف ده اللي كنت بتكلم عليه الحقيقه، هدف صعب جدا، زاويه صعبه جدا، تسديده رائعه حقيقه. يمكن ويعني يمكن اكتر حاجه لفتت نظري انك انت كمان يعني بتجيد التسديد بقدميك اليمين والشمال بنفس الجوده وبنفس السنس، ودي حاجه نادرا ما بنشوفها دلوقتي. نعم نعم، هذه حقيقة. أنا كان لدي فرصة حينما كنت شابا أن ألعب على الجانب الأيمن وأن ألعب برجلي اليسرى وأن ألعب على الجانب الأيسر أيضا، فاعتدت على التسديد بكلتا القدمين. نعم هذا ليس سهلا وهذا نادرا فعلا، ولكن إذا أردت أن تلعب في البريمير ليج يجب أن تكون لائقا ومناسبا لمثل هذه المحافل. صحيح. خليني أبدأ معك بالميركاتو قبل ما أتكلم على انطلاقة البطولة وبداية استمتاعنا بالدوري الأهم والأقوى على مستوى العالم. خليني أكلمك على الميركاتو، سواء الأسماء أو أهم الأسماء اللي رحلت أو أهم الأسماء اللي تم التعاقد معها وانتدابها في صفوف الأندية الإنجليزية. وهبدأ الحقيقة بنجم إنجلترا ونجم توتنهام السابق هاري كين، طبعا اللي انتقل لصفوف البايرن ميونخ. إزاي شفت الصفقة وإيه هو مدى توقعك لنجاح كين في البوندسليغا مع العملاق البافاري؟ هو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي بالفعل، بكل تأكيد. البطولة خسرت هاري كين، هو أراد أن يجرب شيئا جديدا، تجربة جديدة، وبايرن ميونخ هو نادي كبير، فريق ضخم جدا، فاز ويفوز ببطولات مختلفة، وهذا جيد لهاري كين. من الجيد أن ينتقل لنادي كبير، وهذا يعتبر تطوير لمستوى أو تطور في مسيرة ومستوى هاري كين. ما كان ينقص هاري كين هو الفوز بالألقاب والفوز بالبطولات. يمكن عدد كبير من اللاعبين في إنجلترا وفي أندية كبيرة يمكن يكون أهمهم أو أبرزهم ليفربول وتشيلسي، عدد كبير من الأسماء رحلت للدوري السعودي لأندية مختلفة، يعني منهم على سبيل المثال فيرمينيو، ساديو ماني طبعا هو جاي من بايرن ميونخ لكن كان واحد من نجوم البريمير ليج، فابينيو، نجولو كانتي، كاليدو كوليبالي وغيرهم من الاسماء. ازاي شفت تاثير رحيل العدد ده من اللاعبين على الدوري الانجليزي وايه توقعاتك للاسماء دي في اول موسم ليهم في الدوري السعودي؟ اللاعبون الذين رحلوا هم لاعبون مهمون، لاعبون دوليون، قضوا مدة طويلة في الدوري الإنجليزي وتركوا علامة مؤثرة في الدوري الإنجليزي، وخصوصا أعتقد أن ما قاموا به في الدوري الإنجليزي كان نجاحا، ولكن إذا كان الأمر أن يذهبوا فأعتقد أن هذا كان لدواعي مالية، هم ينظرون لمصلحة عائلتهم. فالدوري السعودي الآن هو دور مذهل، الآن قاموا باستقدامات كبيرة، أعتقد أنهم يعملون على إسعاد جماهيرهم وينافسون الدوريات الكبرى خصوصا البريمير ليج الآن. وما رأينا الآن من استخدامات، فإنهم يسعون لذلك عن طريق استخدام أكبر اللاعبين في العالم، واللاعب يقرر أين سيذهب،
وهذا بالطبع قبل انتهاء فترة الانتقالات. طيب لو كلام طبعا في طبعا عندنا اسماء ثانية رحلت، يعني جوندوجان رحل لبرشلونة، كلام على برناردو سيلفا ما زال قائم وخصوصا بعد صفقة لوكاس باكيتا. خلينا نتكلم على اهم الاسماء والانتدابات من وجهة نظرك، اهم الصفقات اللي قامت بيها او اللي انت تراهن عليها انها تظهر كنجوم كبيرة في الدوري الانجليزي في النسخة الجديدة في السيزون ده ويكون ليها تأثير مع فرقها بشكل كبير. حسنا، هذا سؤال صعب جدا. أعتقد أن من الواضح أن مانشستر يونايتد هم يأسون الآن لتوقيع أي صفقات، ولكن ميسون ماونت سيكون مؤثر. جيمس ماديسون لتوتنهام هو صفقة كبيرة بالفعل، هو لاعب رائع. أنا مندهش أن لا يوجد أي نادي إلا توتنهام أراد ماديسون. أعتقد أن رحيل غوندوغان ورحيل برناردو سيكون ضربة كبيرة للدوري الإنجليزي، ولكن يوجد الكثير من اللاعبين لديهم الطموح الكبير. كما قلت، باكيتا حينما انتقل لمانشستر سيتي، مانشستر سيتي لديه الفرصة لتوقيع عدد آخر من اللاعبين، وأتوقع لهم النجاح في هذا الموسم. موزيس كايسيدو أو كايسيدو اللاعب الإكوادوري البالغ من العمر 21 عام واللي كان عليه صراع كبير جدا بين تشيلسي وبين ليفربول، انتهى على حد معلوماتي لصالح تشيلسي. رأيك في هذه الموهبة الشابة، وهل تستحق الضجة اللي خلت بعض المحللين يشوفوا أنه هيكون أهم وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في السنوات اللي جاية؟ نعم، هو لاعب مذهل ولاعب رائع. هو ليس فقط لاعبا شابا، أعتقد أن برايتون وقع مع كايسيدو لأربعة ملايين جنيه استرليني، ولكن قاموا ببيعه بمبلغ كبير، فأعتقد أنه صفقة كبيرة. هو لديه هامش تطور رائع بالنظر لما حققه في الدوري الإنجليزي في مدة قصيرة. أعتقد أن هذا التوقيع سيكون وهذه الصفقة ستكون من أهم الصفقات في تاريخ تشيلسي. المدير الفني لتشيلسي قادر على تطوير كايسيدو بشكل أكبر. طيب هختم قصة أو ملف الانتقالات بسؤالين. أفضل نادي من وجهة نظرك استغل فترة الميركاتو أو موسم الانتقالات لإبرام صفقات، أفضل صفقات أبرمها نادي في إنجلترا؟ والجزء الثاني من السؤال هو من وجهة نظرك شايف الصفقات دي ازاي ممكن تكون مؤثرة على مستوى المنافسة في الدوري الانجليزي في الموسم الجديد؟ نعم. أرسنال هو لديه الصفقة الأهم، ديكلان رايس ستكون صفقة هامة. مانشستر يونايتد أيضا سيكون إذا أنهى مع لاعبين أو ثلاثة سيكون منافسا قويا على البطولة، ولكن الأبرز حتى الآن نيوكاسل لديه فريق، وأستون فيلا لديه قام باستخدامات جيدة مناسبة، ليست كثيرة ولكن مناسبة للفريق نوعا ما، خصوصا مع ثنائي المدربين إيدي هاو فبالتالي الفريق الآن أستطيع أن أقول أن نيوكاسل سيكون منافس مع مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بالطبع يتطور، ولكني سأقول أرسنال هو الأبرز في فترة الانتقالات الحالية فقط، واعتقد انه سينهي في الاول ومانشستر يونايتد الثانيه. يعني توقعاتك ان الموسم ده برضو يكون نسخه من الموسم الاخير اللي كانت فيه المنافسه بشكل اساسي يعني بين السيتي والارسنال؟ اعتقد ان هذا قريبا. اعتقد ان مانشستر سيتي نعم سيتنافس بالطبع، الأمر سيكون قريبا جدا مقارنة بالموسم الماضي. سيكون هناك بعض الأندية المتداخلة في المربع الذهبي. مانشستر يونايتد سيكون قريبا جدا من المنافسة،
مع مانشستر سيتي وارسنال. نعم اقول. طب يعني بمناسبه انطلاق الدوري الانجليزي امبارح كان في مباراه تشيلسي والليفر، والاثنين يمكن من الفرق اللي عانت شويه الموسم الاخير، رايك في فرصهم على المنافسه على البطوله السنه دي، وازاي شفت المواجهه الاولى بينهم امبارح اللي انتهت بالتعادل 1-1؟ I don't see them challenging for the title. حسنا انا لا ارى هما سيتنافسا على الدوري هذا الموسم، ولكن ارى انهم سيتحسنا عما كان العام الماضي. اعتقد ان تشيلسي خصوصا لديه مدير فني جديد يستطيع ان يتطور، يستطيع ان نرى فريق اكثر حضورا. جيمس وتشيلويل قد عاد من جديد، أعتقد أن الاعتماد سيكون عليهما بشكل كبير. ليفربول الآن قام باستخدامات جيدة، أعتقد أنها ستكون مفيدة للفريق، ستطور الفريق. ولكن بما ما رأيناه في المباراة الأمس، الفريقان قد خسر نقطتين، لقد خسر النقطتين، استطيع ان اقول. اللقطه بتاعت صلاح يمكن اثارت جدل كبير في انجلترا، لقطه خروجه من المباراه، تغييره في الدقيقه 77 اعتقد بآليت في الوقت ده، حتى لدرجه انه شفت تصريحات كتير لنجوم الدوري الانجليزي، روي كين اللي يمكن يعني هاجم شويه، مش عايز اقول هاجم، كان اجريسيف شويه مع صلاح، على العكس تماما كان مايكل اون اللي شاف انه صلاح قدم واحده من المباريات الجديه الجيده مع ليفربول في انطلاقه الدوري، عمل اسيست كان خطير، سجل لكن طبعا الهدف الغي. شفت اللقطه دي ازاي، وشفت حاله الجدل اللي اثيرت على تغيير محمد صلاح في ماتش تشيلسي امبارح ازاي؟ I have no problem with any player being. ليس لدي أي مشكلة مع أي لاعب ليكون غاضبا من تغييره، أو أي لاعب يريد أن يحقق رقما خاصا به. من الواضح أن محمد صلاح كان مستاء، وأنا على ما يرام مع ذلك، وأستطيع أن أقول أنه يجب أن يتفهم أن عليه أن يدعم فريقه، وأن المدير الفني يجب عليه أن يدعم لاعبه، ولكن محمد صلاح من الطبيعي أن يحزن، ولكن يجب عليه أن يكون أكثر تعاونا مع فريقه. طيب ما فيش خلاف، وإن كان ليك وجهة نظر مخالفة طبعا يهمني أسمعها، لكن ما فيش خلاف على أنه إيرلينج هولاند كان يمكن الصفقة الأهم واللاعب الأبرز في النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي. نمرة واحد، هل تتوقع استمراره بنفس القوة في الموسم اللي جاي؟ وخليني بعد ما أسمع ردك أقول لك نمرة اثنين. نعم. هو عملاق، هو لاعب رائع، استطيع ان اقول انه سيستمر في احراز الاهداف، سيستمر في تكسير الارقام القياسيه. نعم، قد احرز هدفين في اول مباراه باقل مجهود. نعم، سيستمر بلا شك، إلا أن لا قدر الله أن أصيب، فأستطيع أن أقول أنه سيستمر ويكون هداف الدوري الإنجليزي بدون هاري كين. فستكون المرحلة القادمة صعبة على أي منافس لإيرلينغ هالاند. لديه فرصة جيدة ليتابع مسيرته كأكثر اللاعبين تهديفا في الدوري الإنجليزي. طيب مين من الأسماء اللي هقولها لك دلوقتي تتوقع أن يقدروا يعملوا نفس الانطلاقة اللي عملها إيرلينغ هولاند الموسم الأخير؟ لوكاس باكيتا صفقة مانشستر سيتي الجديدة، تشيلويل صفقة تشيلسي، ميسن ماونت صفقة مانشستر يونايتد، ديكلين رايس، أم موزيس كاسايدو. أنا قلت موزيس كاسايدو في الأول صفقة تشيلسي الجديدة. مين من دول تتوقع أنه يكون هو نجم الدوري الإنجليزي في أول مواسمه مع نادي الجديد؟ لا أستطيع أن أقول أني سأقول أي واحد منهم مقارنة بما فعله إيرلينغ هالاند، لا مقارنة. بالفعل قد قام بشيء، أستطيع أن أقول أن قام بشيء مذهل، من الصعب
مقارنة به، وليس من الضروري أن يحققوا هؤلاء اللاعبين الذين ذكرت ما حققه إيرلينغ هالاند أو أن يتألقوا بنفس مستوى التألق، ولكن عليهم أن يبدأوا موسما جيدا وأن يحققوا إنجازا لفريقهم. إذا كنت سأقول أي اسم سأقول ميسون ماونت، لديه فرصة جيدة ليحدث تأثيرا كبيرا مع مانشستر يونايتد. أنا نسيت طبعا جيمس ماديسون، أنا بشوفه من سنين فاتت الحقيقة واحد من أفضل لاعبين الدوري الإنجليزي، وأتمنى أنك أنت طبعا يعني تستمتع بانطلاقة الموسم الجديد زي ما العالم كله النهاردة بيستمتع بالبطولة ككل بصرف النظر عن الفريق اللي بيشجعها. أنا لعبت مع جيمس ماديسون، هو لاعب رائع، أنا زملته في الفريق، أستطيع أن أقول حينما ينزل للملعب فيستمتع الجميع. هو أستطيع أن أقول من سوء الحظ أن غادر هاري كين توتنهام قبل قدوم جيمس ماديسون. بالنسبة لي سيكون أمرا رائعا. أستطيع أن أقول جيمس ماديسون مقابل 40 مليون جنيه، هذا أمر مذهل لتوتنهام. النجاح الذي سيحققه سيكون رائعا. نعم أتفق معك، جيمس ماديسون نسينا ذلك، هو اللاعب الأبرز في هذه الصفقات. صحيح. مات جارفيس بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة، بتمنى لك التوفيق وبتمنى لك مشاهدة ومتابعة ممتعة للدوري الإنجليزي. من الدوري الإنجليزي نروح للدوري المصري وبداية موسم جديد، أوضة اللبس في نادي الأهلي مارسيل كولر سيزن 1، وهنتكلم بالتأكيد على المنتج. النهاردة احنا عايزين نتكلم على النسخة الجديدة من الدوري المصري مع انطلاقة موسم جديد، ايه اللي احنا نتوقعه، ايه اللي احنا ننتظره، ايه شكل وحجم التطوير اللي ممكن، وسيبك من المنافسة، سيبك من قصة الرياضة. أنا النهاردة بكلمك على ماركتينج أو على تسويق وعلى بيع وعلى رفع قيمة البطولة نفسها. خلينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا.